مخالفات نتكلم عنها اثناء تواجدنا الميداني، وشفنا انه صارت عرقلة بحركة الشارع، لانه المسار الايمن من الشارع الاشخاص يريدون يتوجهون، كثرة المركبات ينغلق المسار الايمن. لكن اكو اشياء اخرى اللي هي ركن المركبة بصورة غير صحيحة، هي ايضا تعرقل حركة السير والمرور. أنا تعليقك على هاي الحالة، وانت وضحت لنا اثناء تواجدنا انه هذه احدى المخالفات واللي كانت سبب من اسباب الزخم، بالاضافة الى موضوع جدا مهم. هسه نتوجه شوية ونشوف العلامة اللي تمنع الوقوف، علامة ممنوع الوقوف. انا لك التعليق تركي. صحيح، بداية طبعا بعض الاخوان يوقفون بالمسار اللي هو الايمن، يغلقون الكيرف اللي داخل باتجاه التقاطع الاخر، وهي بحد ذاتها مخالفة. بالاضافة الى المخالفة اللي حاليا نلاحظها، الاخ متوقف اعلى الرصيف بشكل مائل، غالق الرصيف على المواطنين، يعني الراجل اللي يرمون الدخول باتجاه الشارع، ومتوقف اعلى الرصيف بالاضافة الى الشارع. هاي مخالفة بحد ذاتها، احنا دائما نحاسب الاخوة المواطنين عليها. نغرم المركبات اللي متوقفة اعلى الرصيف، كودا الرصيف تواجد للراجل وليس لوقوف المركبات. بالضبط، انت تقدر تاخذ اجراءك وتغرم المركبه. وفيما يخص المركبات ايضا اللي راكبه، ايضا طبعا نلاحظ العلامه المروريه الوقوف الممنوع. هسه من نغرمهم نتوكل نشوف 4 امتار او 5 امتار. والاخوه المواطنين متوقفين اسفل العلامه المروريه اللي هي الوقوف الممنوع. يعني هاي بحد ذاتها الاخ المواطن، يعني احنا نلاحظهم يجهلون العلامات المروريه. احنا اذا نرشدهم واذا نوجههم، بس هم اللي يعني اكو بعض الاخوه المواطنين، البعض طبعا مو الكل، مو هي اكو مشكله، طالب الحاجه اعظم. اللي عنده شغله مجرد انه يريد يروح يكمل شغلته ويجي، يركن السياره بمكان صحيح بمكان خطا مو مشكله، من تغرمه راح يعتبر انه المرور ما قلتوا لي. يعني هل يحتاج لها تفسير وجود علامة يعني السيارات طابقة جواها؟ يعني هذا دليل قاطع على أنه هذه العلامة حتى لو ما أعرفها أسأل عليه. هو العلامة المرورية، يعني سواء الأخوان سواء سائقي المركبات عندهم إجازة السوق، اللي عنده إجازة السوق أكيد خاضع للاختبار والفحص والعلامات المرورية دارسها، فأكيد المفروض عنده اطلاع على كل العلامات المرورية اللي موجودة بشارع اللي من ضمنها الوقوف الممنوع، وهي يعني من أسهل العلامات، العلامات المانعة. لا، وكل سائقي المركبات يعرفوها، يعرفون العلامة هي، بس مو لازم اول معاذ باشر باجرائك ان شاء الله. يلا باشر تقريب المركبات اللي متوقفات، واحنا راح نكون موجودين وياك ونصور. يلا تفضل.